السلام عليكم متتبعات الأنيقات، كيف انتما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ صحة لاباس؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نخدموا ملاقية ديال الجلابة او لا القفطان، يعني خدموها فين ما بغيتو. غادي نحتاجو هنايا عندنا العقيق الطويل بهذا الشكل هذا ذهبي، عندي نحتاجو هاد السيبورتات هادو ستيتوين، يعني الحجم الصغيور مرة بهذا الشكل هذا انتما كتشوفوا معايا. غادي نحتاجو كذلك هذا العقيق المثلث، يعني هو النوع ديال الزمرد اللي كيكون في الخيط، هذا الشكل ديالو مثلث كيجي بهذا الشكل هذا. نوضح لكم اكثر، كنتمنى يكون يعني كيبان لكم. شوفوا ها هو، يعني هذا الشكل ديالو كيجي مثلث، هو كيكون بهذا الخيط هذا كيتشريوه في هذا الخيط بحال الشكل ديال الزمرد. كنتمنى يكون واضح لكم. حتى هو كيجي به الزواقات مزيونين، غادي نشاركه معكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. كيتباع في هذا الشكل هذا، وغادي نحتاجو طبعا الخيط، ونحتاجو الابره الرقيقه ديال الجهر المعروفه اللي كنخدموا بها دائما. ونبداو على بركه الله.